النهارده الاهلي استأنف تدريباته صباح اليوم في فرع النادي الاهلي في مدينه نصر، وبالطبع هناك استعدادات للمرحله اللي جايه وسفر الفريق غدا ان شاء الله الى السودان لخوض منافسات الجوله الثانيه من مباريات المجموعه اللي فيها الاهلي مع الهلال وصن داونز والقطن الكاميرون. مزيدا من التفاصيل بينضم الي عبر الهاتف الزميل العزيز فاروق صلاح موفد قناة الأهلي، واللي كان حاضر النهاردة أول تدريب للفريق عقب العودة من المغرب، وده آخر تدريب قبل السفر إلى السودان غدا. مساء الفل يا فاروق. يعني برحب بك يا محمد، كل التحية ليك وكل التحية لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. رجعنا بقى للتدريبات اليومية في النادي والاستعداد للمرحلة اللي جاية، وأعتقد الفريق رجع من المغرب بمعنويات عالية، ولكن كيف يستعد الأهلي لمباراة الهلال وما رأيته اليوم في فرع النادي في مدينة نصر وتحديدا على الملعب رقم 4 اللي طلع عدد كبير جدا من نجوم فريق الشباب قبل كده في سنوات مختلفه للفريق الاول؟ يعني خلينا محمد اخد من كلامك الاخير، يعني ملعب 4 بالتحديد ولاعيبه كتير جدا في النادي الاهلي طبعا مرتبطه بهذا الملعب، بداياتهم وحياتهم كانت معظمها طبعا في قطاع الناشئين في النادي الاهلي. ملعب 4 انت بتتكلم طبعا على كابتن محمد الشناوي اللي يعني بالاحضان نتقابل مع كتير من المدربين اللي كانوا طبعا موجودين مع الكابتن محمد الشناوي اثناء وجوده في قطاع الناشئين. بتتكلم على رامي ربيعه، على محمد عبد المنعم، محمد هاني، ايمن اشرف، كتير من اللعيبه طبعا يا محمد انت عارف اللي اتربوا كتير في قطاع الناشئين في النادي الاهلي. وخليني برضه محمد اتكلم في نقطه مهمه، يعني احنا بنتكلم النهارده التدريب الاول للنادي الاهلي اللي كان بدايته طبعا مستر مارسيل كولر عقد جلسه مع اللاعبين. طبعا قال للاعبين انا عندنا بطوله مهمه، بطوله افريقيا، ولازم نحقق بطوله افريقيا هذا الموسم عشان نروح نلعب تاني في كاس العالم للانديه. الحلم والهدف ان احنا ننافس السنه اللي جايه على كاس العالم للانديه. يعني جلسه استمرت لمده 20 دقيقه مع اللاعبين، اتكلم على اهميه المرحله القادمه سواء مرحله افريقيا او مرحله الدوري. انت عارف يعني الفترات كلها محمد المباراة متلاحمة ما بين افريقيا ما بين الدوري المصري، ضرورة الحفاظ على قمة الدوري، ضرورة اثبات قوة او النادي الاهلي، والرسالة اللي لازم توصل لكل المنافسين على النادي الاهلي السنة دي بكل التفكير بكل مجلس الاداره باللاعبين بالجهاز الفني، هدفنا الحصول على بطوله افريقيا. طبعا اللاعبين بعد الجلسه انطلق المران بجزء بدني طبعا مع تيتيان اندويا مخطط الاحمال، ثم بقى الجانب الفني والجانب التكتيكي البعض الامور الخططيه اللي بيركز عليها المستر مارسيل كولر. خليني بقى اقول لك برضه يا محمد ان الفريق هيأدي مران غدا باذن الله الساعه 11 صباحا على ملعب النادي الاهلي بمدينة نصر قبل التوجه الى والسفر الى السودان في يعني مهمة البحث واعادة مرة اخرى الاميرة السمراء وكأس افريقيا. اللعيبة النهاردة محمد خلاص في تركيز، اللعيبة قفلت صفحة طبعا بطولة كأس العالم للاندية. الطموح اللي عندي كتير جدا من اللعيبة اللي هي اول مرة هتلعب مع النادي الاهلي افريقيا، عايزين يلعبوا مع النادي الاهلي بطولة افريقيا. اتكلم على مروان، على مجموعه من اللعيبه اللي هي اللعيبه الجديده، احمد القندوسي النهارده بيظهر في تدريب النادي الاهلي بيظهر بشكل اكثر من رائع. بعض يعني الامور اللي اشتغل عليها برضه محمد المستر مارسيل كولر النهارده بعد ما انا المران وقف مجموعه من اللاعبين اشتغل على الكرات الثابته، يعني تقدر تقول في مجموعه من اللاعبين في النادي الاهلي اختصها مستر مارسيل كولر بال يعني اللعب والتسديد على الكرات الثابته. بعض اللاعبين اشتغل معاها طبعا كابتن سامي قمصان وهيرالدو المدرب العام على الكرات العرضيه، امور كتير جدا انت عارف بيشتغل عليها مستر مارسيل كولر. طمنك برضو ان النهارده محمد مصطفى شوبير بينضم للتدريبات الرسميه وبيأدي التدريب بالكامل النهارده، وعوده حميده لمصطفى شوبير. عمرو السليه يعني تقدر تقول برضو كان بيأدي جزء من الجانب البرنامج التأهيلي، وجود عمرو السليه ان شاء الله في يعني المباراه اللي ان شاء الله الهلال السوداني طبعا هيتحدد غدا بمشيئه الله، لكن باستثناء هذا الامر محمد تقدر تقول الامور جوه النادي الاهلي استعداد اللاعبين استعداد الجهاز الفني ان شاء الله يبشر بالخير باذن الله وتكون بدايه موفقه باذن الله للنادي الاهلي من مباراه الهلال السوداني. طيب حسب المعلومات اللي عندي يا فاروق ان الجهاز الفني هيصطحب خالد عبد الفتاح في رحله السودان رغم عدم مشاركته، لان الفريق هيرجع من السودان على اسوان فيكون متاح ساعتها للعب في او المشاركه في مباراه اسوان. نفس الامر ينطبق على السوليه، ولا السوليه فرص حتى لحقه مباراه اسوان يوم الثلاثاء اللي جاي عقب العوده من السودان هتبقى صعبه شويه؟ خليني اتفق معاك يا محمد ان في امور طبعا هتتحدد غدا باذن الله، لكن تقدر تحسم الامر ان يعني الامر كله بيتلخص في فرص لحق عمرو السوليه بمباراه الهلال السوداني. الامر ده هيتحدد غدا بمشيئه الله، لكن في كلا الحالتين عمرو السوليه موجود مع البعثه ان شاء الله، خالد عبد الفتاح موجود مع الفريق باذن الله. طبعا انت عارف الفريق هيرجع من السودان على اسوان
طبعا ليه مباراه النادي اسوان اللي هتكون يوم الثلاث، لكن الرؤيه الفنيه او الناحيه الجاهزيه الطبيه بالنسبه لعمرو السولية هتتحدد غدا بمشيئه الله من الدكتور طبعا احمد ابو عبله، لان عمرو السولية النهارده ادى جزء بطيء ثم يعني بدا او ياخد جزء كمان في البرنامج التاهيلي مع الدكتور محمود حمدي اخصائي التاهيل بنسبة كبيرة يا محمد، عشان برضو ما نحسمهاش الأمر، من الممكن فرص لحق عمرو السولية بمباراة الهلال السوداني من الممكن تقدر تقول ممكن تكون صعبة شوية، لكن زي ما أنت اتكلمت في النقطة المهمة إن الجاهزية عمرو السولية إن شاء الله يكون لمباراة أسوان ثم استكمال طبعا أنت عارف بعد كده عندنا مباراة الصن داونز وعندنا مرحلة صعبة جدا، لكن في نفس الأمر النهارده بنشوف مروان، بنشوف القندوسي، بنشوف ديانج، بنشوف معظم اللعيبة النهارده بتظهر بشكل مميز يدي أريحية لمستر مارسيل كولر اختيار أي مجموعة تكون موجودة في منتصف ملعب النادي الأهلي. أكيد، فاروق أنا بتكلم معاك وشفت لقطات من ملعب أربعة في مدينة نصر. قدامكم يا جماعه يمكن الجزء اللي بيتم تشييده او بنائه ده مدرج خاص ان شاء الله بيتعمل في ملعب اربعه، لو عندك تفاصيل المدرج هيبقى فيه تحتيه غرف خلع ملابس، اكيد في تطوير وتحديث بيحصل على الامور اللي نتكلم على اللي هي البنيه التحتيه لقطاع الناشئين في مدينه نصر يا فاروق. محمد انت يعني انت رحت النقطة في غايه الاهميه والحديث عنها يحتاج امور كتير جدا، لا لكن خليني اقدر الخصها. ايوه، ان ان الاوان ان احنا يعني ننصف الكابتن خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين بالنادي الاهلي والكابتن وليد سليمان على الدور اللي بيعملوه في القطاع الناشئين في النادي الاهلي. الامر محمد مش مقتصر فقط على البطولات اللي النادي الاهلي، خليني اقول لك النادي الاهلي بيتصدر كل بطولات قطاعات الناشئين وبينافس على كل البطولات، لكن الاهتمام بالبنيه التحتيه المدرج محمد اللي احنا بنشوفه ده مدرج طبعا للجمهور هيكون تحتيه غرف لخلع الملابس، غرفتين خلع ملابس وغرفه للحكام، وايضا هيكون في غرفه للاستقبال الضيوف وهتبقى يعني معموله على الشكل واكثر من رسمه ورسومات اتعرضت على الكابتن خالد بيبو والمسؤولين في النادي الاهلي. طبعا الكابتن محمود الخطيب زي ما يعني اتكلم الكابتن خالد بيبو في هذا الامر، قال للكابتن الخطيب قال لي اعمل واحنا معاك، يعني خطط وشوف واحنا كل الموافقات وكل الامور، ودي الامور اللي بيهتم بها مجلس اداره النادي الاهلي، البنيه التحتيه بتاع الناشئين في النادي الاهلي. خليني اقول لك ان ملعب بعد واحد من الملاعب برضو اللي بيتم الاهتمام بيها قطاع الناشئين في النادي الاهلي الى جانب ملاعب التدريب، امور كتير جدا بتتم من خلال أكيد. البنيه التحتيه في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، لان لازم تكون المشهد يليق بالنادي الاهلي. عايز اقول لك نقطه كمان، انك انت اتكلمت على قطاع الناشئين، غرف ايضا بتاعه النادي الاهلي الخاصه بالتاهيل الخاصه بالجانب الطبي لعيبه النادي الاهلي جت تلاقي كل الامور متوفره من المخطط من الامور اللي هي الخاصه بالتاهيل بالاستشفاء بالامور دي كلها لقوها موجوده في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، وحده القياسات الامور دي كلها محمد مش هتلاقيها في اي مكان تاني بالنسبه لانديه قطاعات الناشئين غير في النادي الاهلي. اكيد زميلي العزيز فاروق صلاح موفد قناه الاهلي بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والايضاحات.